ولدي عمره 7 سنوات يطرح أسئلة وإخوانه الأصغر منه بعمر 4 سنوات يسمعون، فكيف أتصرف؟ جيد، إحنا اليوم تكلمنا معاكم عن التربية الجنسية، لكن إذا أبو 7 سنين سأل سؤال جاوبوا جوابه 4 سنين. ليش؟ لأن 4 سنين إيش فيه؟ قاعد يسمع. بعدين لما تبعدون شوية تصيرون بس أنتوا مع أبو 7، قوله بابا أنت مساع سألتني هالسؤال وأنا نسيت أقول لك تراكو معلومة مهمة وزيدوا. فهمتوا الفكرة؟ فكذي إيش سوينا إحنا؟ جاوبنا على السؤال في موقعين، موقع مع أبو 4 سنين وموقع بروحه. تمام؟ السؤال اللي بعده، ما هو العمر المناسب الذي نشجع البنت على ارتداء الحجاب؟ شكرا. بالنسبة للحجاب طبعا الأصل أن التشجيع يبدأ من الصغر، التشجيع وليس اللبس، في فرق، التشجيع من الصغر، فإحنا نشجع، بعدين كل ما كبرت بالعمر كل ما التشجيع صار أقوى إلى أن تتبناه إن شاء الله. طيب، طفل اجتماعي جدا، إذا عندي طفل عاطفي يحب يحضن، ظاهر دائما يحب الحضن ويحب يسولف مع الناس رجال ونساء بكل سهولة. طيب يعني حلو، هذا ما مو غلط، يعني مو غلط، بس يعني أنتوا خايفين من التحرش، هل هذا شيء طبيعي؟ نعم، أنا بالنسبة لي طبيعي، وبالعكس يمكن هذا عنده ذكاء اجتماعي عالي. تعرفون الذكاءات 7-8 أنواع، ذكاء حركي، ذكاء بيئي، ذكاء جمالي، ذكاء لغوي، ذكاء رياضي، ذكاء عاطفي، ذكاء اجتماعي، هذا واحد من أنواع الذكاء عنده عالي جدا، وهذا ممتاز، بالعكس ممتاز. طيب السؤال اللي بعده، كيف أتعامل مع الطفل 9 سنوات ويشوف مقاطع إباحية نتيجة الصحبة؟ أحد أصدقائه في المدرسة أعطاه رابط موقع إباحي واكتشف ذلك من خلال جهاز الطفل الآيباد، وبعد سؤال الطفل أخبرنا بالموضوع. والله شوفوا السؤال هذا في جانب إيجابي قوي جدا، تعرفون شنو هو؟ شنو الجانب الإيجابي؟ أن الولد كان صادق مع أمه، وأنه قال لها نعم، وقال لها أنه صديقي في المدرسة، مو صح كذي؟ أنا أشوف هذا جانب إيجابي صراحة، لازم نشكره عليه ونمدحه، ونمدح الصدق اللي عنده، ونمدح الوضوح، أعزز عنده هذا الجانب. 1-2، أبدي هني على الدور التربوي، بابا ترى هذا غلط، هذا مو صح، هذا حق الكبار، وبعدين ترى إحنا مسلمين، قلنا لكم ساعة في جواب ديني صح؟ وفي جواب غريزي تذكرون لما شرحناها، وجواب اجتماعي وجواب علمي. يلا حين استخدموا الأسلحة اللي عندكم عاد استخدموا الـ4 أسلحة هذه وجاوبوا. كيف أتعامل؟ خلصنا من هذا. طفل عمره 8 سنوات عنده حب التملك بحيث يأخذ أكثر من احتياجه، رغم أن الطلعات اللي أطلع عيالي والأشياء اللي نأخذهم، بس أحياناً لما يزعلوا يقولوا أنت ما طلعتين. أنتوا عاد أقول لكم أنتوا عاد تصيروا ضعاف أمام أولادكم وبناتكم، يعني كل شيء يكلمونكم وتصدقون، من يدير من؟ أنتوا تديرونهم ولا هم يديرونكم؟ اعترفوا شكلهم هم يديرونكم، ها؟ أيوة، لذلك أنتوا لا تصيرون حساسين، لا، أنتوا خليكم أقوياء، أنتوا خليكم مثل أم معاوية رضي الله عنها، هذه هند أمه لما كان يلعب معاوية رضي الله عنه وهو صغير، تعرفون ذكي ذكي جدا، فدشت صديقة الأم فشافته، شافت عنده نباهة، كانت تقول هذا سيسود قومه، تدرون الأم شنو جاوبتها؟ قالت لها ثكلتك أمك إن لم يسد إلا قومه، يعني شنو؟ مو عاجبها الأم أنه هذا يسود قومه، لا، هذا راح يسود العالم، وفعلا حصل، صار خليفة أمير المؤمنين. شوفوا الأمهات حزم وشجاعة ورؤية، وطلع الولد مثل ما أنتم شايفين. أنتم تعرفون مشايخ الأزهر في مصر أغلبهم من مصر إلا واحد مو من مصر، ها؟ هذه في تونس أم كانت ترضع ولدها اسمه محمد الأخضر، فكانت وهي ترضع ولدها تقول له يا ابني يا محمد يا ابن الأخضر بكرة تكبر وتصير شيخ الأزهر تغني له وهي ترضعه، هذا الوحيد اللي كبر وصار شيخ الأزهر
شوفوا كلمات الأمهات مؤثرة وتبني جيل. لا تستهينوا بكلامكم، بس احنا اليوم الله يهديكم انتم كلها صراخ كلها عصبية، ها يعني حتى يعني كلامكم كلام، فخلي يصير كلامكم موزون، لأن كلامكم تربية، وبالتالي الطفل يتربى من خلالكم. حب التملك عند الطفل شيء طبيعي، بس احنا نوجهه يا بابا هذا حقك وهذا ليس بحقك، وهذا دورنا احنا في التربية. السؤال اللي بعده، كيف أتعامل مع طفل بعمر 4 سنوات يعرف أن تغيير الملابس لطفل آخر غلط، ولكن الوقت يلعب مع أخيه على أساس تغيير الملابس؟ هذا شكله بيستفزكم، أو يمكن عارف أن أنتم تعصبون من هذا الشيء فيروح يسوي الغلط. فأنتم هني المهم أخذوه بالسياسة وبالهدوء وكرروا. شوفوا إحنا عندنا قاعدة، التربية بالتكرار، التربية بالتكرار، التربية بالتكرار، لا تملون، هذه التربية. بعدين 4 سنوات يعني هو بيسوي نفسه فهلوة وبيلفت النظر، فما يخالف أشبعوه عاطفياً، أشبعوا الحب اللي عنده، وعلموه شلون ممكن يلعب هذه اللعبة من غير ما ينزع الملابس. السؤال اللي بعده، امرأة تعرضت للتحرش وهي صغيرة، بعدما كبرت وأصبح لها أبناء أصبحت تخاف عليهم من أقرب الناس. لا انتبهي، لا انتبهي، لا يصير عندك ردة فعل. هذه مثل اللي مسكينة ما تعلمت لغة الإنجليزية، راحت دخلت عيالها مدارس أجنبية وسفرتهم برا ورجعوا مدمني مخدرات. اي انا عندي هذه الحالة، عندي اياها، اقول لها انت مودية، عندها 6 اولاد مودتهم كلهم دولة أوروبية يتعلم ايش اسمه يكملون تعليم عالي، ليش؟ تقول اني انا عندي عقدة لغة إنجليزية. قلت ما بيها العقدة تصير عندهم. قلت له طيب يا ماما انت الحين ما درستي الحاله، مو كل انسان يرسل للخارج، في اولاد نثق فيهم نرسل لهم للخارج، في اولاد لا على كف عفريت، هذول بس يدورون الغلطه يدورون الشمه يدورون، هذول ما نرسلهم برا، او اذا بنرسلهم في الخارج يكون معاهم احد، مو خذوه فغلوه. فانت لما يصير عندك عقده لا تروحين انت بتكملين فيها عيالك. لا، عندي واحد من الاباء تاجر كبير، يا بولده عندي الولد خريج بزنس ودا باريس يدرس أخذ شهادة بزنس، رجع قال له يا يبا هذه الشهادة أنت فرحان؟ قال له فرحان. قال له شكرا أنا ما أبي أشتغل بزنس. قال له الحين تعبت عليك وأنا عندي شركات وخير وبيك يا ولدي من جماعة البزنس. قال له والله أنا أحب الطبخ أبي أصير طباخ. واختلف الأب مع الولد، هذا يبي تجارة وهذا شبي طباخ. قوم الأب ياب الولد عندي في المكتب قال شوف أكلم عسى الله يهدي. قلت له ايش فيك؟ قعدت مع، قلت حق الأب اطلع برا، قعدت مع الولد ايش فيك؟ قال صراحة صراحة الشهادة من باريس جبتها من السربون عشان أبوي بس، ولا أنا ما أحب البزنس، أنا أحب الطبخ وأحب أكل. قلت له طيب يعني انت ايش تبي؟ يقول ابي اطبخ. قلت له زين انت عندك مشكله لو ابوك يفتح مطعم انت تطبخ فيه؟ قال له ما عندي مشكله. قلت زين كان نادي الابو، قلت له تعال انت الحين مو تبي بزنس؟ يقول لي. قلت له زين انت عندك سلسله مطاعم؟ قال لا والله ما عندي. قلت له طيب افتح مطعم خلي ولدك طباخ فيه وانت استفيد ماليا. يقول ها؟ بس شلون الناس تعرف أنا ولدي طبخ؟ قلت له هو يطبخ بالمطبخ ما حد يدري عنه، سوى المطبخ سري مثل باب الخزنة تجوري ما حد يدخل، وهذا ما كان، والآن عندهم 7 أفرع مطاعم. فإذا مرة ثانية مو كل عقدة عندنا نبي نغرسها في أولادنا، لا مو صحيح، كل طفل عنده مواهبه وعنده امرأة. خلصنا من هذه. للمراهق إذا في مشكلة أطرح سؤالها زين. طفل عمره 10 سنوات مر بحالة تحرش جنسي لمس المنطقة الحساسة وهو في عمر 5 سنوات في الصف الأول مع زميل له، إلى الآن الطفل إذا مرت عليه ظروف مثل حد صرخ عليه أو اعتدى عليه بالضرب يتبول لا إراديا. طبعا شوف هنا أكو جوابين، بجاوبكم جوابين. الجواب الأول، لو أنا بقبل الكلام اللي قلتوه أنه هو صحيح وصادق وما في عليه
زيادات، لأن ممكن الطفل يقول تم التحرش فيني مرة بينما تم التحرش فيه 20 مرة، فهمت الفكرة؟ بس هو قال لنا مرة، أنا بتعامل معاه أنه مرة، لو 20 مرة جواب ثاني، وإذا مرة جواب هذا شيء وهذا شيء. فلو مرة خلص أنتوا استمروا على ما أنتوا عليه. التبول اللا إرادي لعدة خطوات، أولاً قبل لا ينام بساعتين أو 3 ساعات لا يأكل ولا يشرب شيء، 1 2. إذا ما تم تجاوز هالمشكلة بعد ما ينام ب3 ساعات، مثلاً نام 9 قوموا 11 أو 12، دخلوا الحمام. أنا عندي كثير من الحالات تم علاجها بهذه النقطة. إذا ما تعالج لا هذا ولا هذا، معناته واضح أنه في جانب نفسي في الموضوع. غالباً الأولاد في هالعمر إذا وصلوا من عمر البلوغ ينقطع التبول لا إرادي في الغالب 99% منهم. هذا أنا على افتراض أنه تم التحرش كم مرة؟ مرة. خلصنا؟ كيف؟ تخاف تكلم ولدك عن التربية الجنسية؟ أو أنت ما تعرفين شلون تعاملين عيالك وتوصلين لهم المعلومة في التربية الجنسية الصحيحة؟ بالمناسبة أكثر التحرشات الجنسية والمشاكل تصير مع ضحايا لم يتلقوا التربية الجنسية الصحيحة. احنا عندنا في خدمة معين التربوية منهج متكامل في كيف نعلم عيالنا التربية الجنسية من عمر 2 إلى 15 سنة. ولذلك مهم جدا ان احنا نفاتح عيالنا، نسولف معاهم، نوعيهم، نتكلم معاهم، وهذا الكلام من اجل حمايتهم. اما اني انا امنع عنهم المعلومة فياخذونها من غيري او يتعلمون من غيري، بالتالي أنا خسرت ولدي. فخدمة معينة التربوية تساعدكم في تربية عيالكم تربية جنسية.